دابا كما كتشوفوا معنا طارق ورقي، كما كتعرفوا انه دابا معنا رئيس شباب المحمدية السابق طارق ورقي. السلام عليكم سي طارق. وعليكم السلام. احنا دابا كنا شبابيين وكنا كنحبوا شباب المحمدية وكنا الافضليين، حنا في المباشر دابا الفريق اتحاد المحمدية، حنا بغينا هاد الفرق بجوج انهم يساعدوا. اش داير الاتحاد؟ الاتحاد خاسره بواحد لصفر. بالسلامة. واحد المباراة ديال غدا ان شاء الله. نتمنوا الفريق نتمنوا له التوفيق ان شاء الله، نتمنوا له الانتظار. هذا هو الكلمه اللي عندي. نتمنوا له ان شاء الله الانتظار. كما كان اللقاء ديالنا عبر الهاتف مع السي بلبودالي الناطق الرسمي لفريق شباب محمدية، وسولنا على الخروج الاعلامي ديالك على قبل هذاك التوضيح حول الصرف ديال الفريق شباب محمدية. فريق شباب محمدية وهو بصراحه شكر المجهودات ديالكم والطريقه اللي خدمتوا بها، وشكر يعني بغيناك تقول لنا واحد الكلمه. ما عندي ما نقول، اللي كان راني قلته انا في البرنامج السخيات، ما عندي حتى شي اضافه من غير داكشي اللي قلت انا في البرنامج. ولكن هو اللي كما هضرنا ذاك النهار ديالك كنقول لك دابا مازال ما شافوش وقت الهضره، الناس خليهم خدامين، نتمنوا لهم التوفيق. باقي الريحه ديال الصعود راه باقي كاينه، الهضره حتى لا سيزون حتى كتكمل لا سيزون ابدا، ما بدات تشوش على الناس دابا لا هذاك مدرب لا واش هذاك العام لا هاد الانتدابات لا هذه، ما يمكنش لنا كلنا نوليو مدربين. خليو الناس، راه كاين ستاف، كاين المكتب اللي كيسير، نتمنى لهم التوفيق حتى حتى الاخير ان شاء الله. هذا هو التوضيح ديالي انا. وواحد القضيه اخرى كما كنسولنا المتتبعين معنا، وهو على كما كتعرف دابا بان الملعب ديال البشير راه غادي يتسد في الاخر هذه السنه هذه، يعني الرتور ما حاليا كتشوف في الملعب العاليه، يعني احنا كناديو السلطات كناديو المجلس البلدي باش تحرك الوتيره ديالو باش نلعبوا فيه، لان ما كاينش هاد الفرق بجوج لا اتحاد محمديه لا شباب محمديه انهم يلعبوا خارج اسوار مدينه محمديه، وحنا كنا كنتمناهم انهم يلعبوا في هذا. شنو كتقول في هاد الكلمه في الملعب ديال باش يلعبوا في الفرق؟ فعلا هما الفرق اللي لعبوا في داخل المدينه احسن من تكون خارج المدينه، في مكان العام اللي كيلعبوا الجمهور ديالو حدا وكاين الناس اللي كتشجعوا، احسن من اللي كيكون اللاعب بحال دابا الا كان بحال ديما خارج، اذا ما كناش دخلنا بحال دابا غنلقاو الفرق ديما خارج، ولا كانت شي مساعده ولا شي حاجه من القد مرحبا، ما كاين حتى مشكل. على احسن فرقتنا اي حاجه مرحبا. شكرا شكرا سي طارق، شكرا على التدخل ديالك. نتمنى التوفيق حتى للاتحاد المحمدي ان شاء الله، شي تعادل دابا ان شاء الله كل ان شاء الله. شكرا. إذن كان معنا طريق ورخي الرئيس السابق لشباب المحمدية في هذا الاتصال المباشر وفي هذا النقل المباشر لشباب المحمدية، وهدف التعادل والآن هدف التعادل من هداف الفريق صلاح الدين، هو الهداف والهداف الهداف ديال الدوري هو صلاح. شكرا 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 شكرا. وجد كاميرا و وي عسل يسمعك هذه عندك شنو الميكرو اصاحبي سعد فتاح هنا غنمشيو عند المدرب.